يوريوك دار، تكلم الأب وتكلم الأم وتذهبون لخطبة هذه المرأة، فأنت قوام، أنت تروح. وبالمناسبة هنا نتكلم على أمر شرعي، الخطبة واحد يروح يخطب، الخطبة ما هيش عقد تاع زواج، والخطبة ما تمش الزواج، الخطبة فيها كلمة، الولد شاف ومالي حاضرين اتفقوا، سموها العلماء هي وعد بالزواج، إذا اتفق فهو وعد بالزواج، صح ماهيش مرتو. ومن الأخطاء كي مثلا باباها يقولوا خلاص مبروك عليك، يشوف الطفلة هذيك مثلا خارجة بلباسها ورايحة، يرفع التليفون بابا يقول له بصح ما تفهمناش واش كاين، يقول له انا شتها خارجة، وكيفاش ما تخرج؟ ما هي زوجتك، انت خطبتها برك، هذا ما كان صح، هي العصمة راهي عايشة تحت من؟ مازال باباها يحكم، يعني انت خطبتها برك، وحنا اتفقنا باللي قلنا لك نزوجوها، بصح تمشي بيناتنا، مكانش. ولهذا ما عندكش الحق تمنعها من الخروج ولا تلزمها بشيء، الفقهاء يقولوا أكثر من ذلك، يقولوا إذا عقدت عليها، عقدت من نسموها إحنا الفاتحة، إذا عقدت عليها شكون راه ينفق عليها؟ بابا هو اللي راه ينفق عليها، بابا يوكلها ويشربها ويلبسها، وانت راك عاقد عليها، وجات خارجه هي ويماها ترد لها تليفون اسمعي وراكي رايحه، اي راك تلعب على روحك، الى عينك فيها وراكي رايحه جيبها لدارك، اما والحال هي عند ابيها في بيت ابيها، انت ما تصرفش، مازال خرجها من بيت باباها، اديها البيت الزوجيه، ومن بعد كي تلقاها خارج البيت لك ان تسال اين ذهبت ولماذا ذهبت وما طلبت الاذن، اما والحال هي عند بيت ابيها، والنفقه النفقه راه باباها هو اللي راه ينفق، فكيف تمنعها انت؟ وهذا من المشكلات الان القائمه الان، واحد يخطب وحده وبعدين يحصل الهاتف نتاعها، هذيك اللي خطبتها برك، هذيك ماهيش مرتك، والهاتف ما عندكش الحق، وهي اجنبيه عليك، نسقسيه في الشرع، هذه مخطوبه يجوز لك تخرجها من بيت باباها وتديها مثلا لساحه الشهداء وتعاود تردها؟ ما يجوز. لماذا؟ لان ما يجوزش لك شرعا، ليست زوجته، انت خطبت برك، هذا ما كان، وهي لما خرجت معك وهي عاصيه لله عز وجل، اجنبيه، وبعد العقد إذا جاء يطلب الخروج لا تسمح له بذلك، علاش؟ غدوة يدور في حاله، غدوة يقول لك الحاج لاباس ما مشاش الأمور، الله يفرقنا من غير ذنوب، الحمد لله اللي ما خرجتش معك، أنا لأن تزايد كاع شافتها باللي خرجت معك، وغدوة وجعك راسك شفت واحدة شابة عليها يقولها فيها بركة وتخليها تروح تجيب الأخرى، ما دام ما كانش الزواج ما تسمحلوش يخرجها، لا تسمح له بذلك، وانا نصحتكم مره وتكون الفاتحه وقتها ديروها، قربوا العرس الوليمه، قربوا كي يبقى شي حاله هكذا ديروا هذاك اللي نسموه حنا العقد، وهذا العقد الشرعي والعقد دير كي قرب مليح الزواج، اما العقد نتاع 4 سنين والسنوي يعطيو لي لاضيا واني راح نخدم في السوناط راك في الصحراء واني راح ندير، روح دير لاديال وجيب العقد هذا تاع الصحراء تخدم وهز روحك، وبعدين لحقت بها وراهي من مكتوبك نعطيها لك، اما تشدها 5 سنين ومن بعد تخسر عليها قال السلام عليكم واش راك الحاج انا فلان غير خير اودي ما تفهمش انا وبنتك وماذا بك فيها بركه، والخمس سنين هذه اللي يجي يخطبنا نقولوا له مديناها، كيفاش نديروا الامر الان؟ اللي يجي يطلبنا نقولوا له راهي مزوجه، راهم مفتحين عليها،
شديتنا 5 سنين باش ديرنا هكذا ما تفتحولوش. واذا خطبكم ما تعطيولوش التليفون باش يكسر لكم راسكم كل دقيقه. خطبت انت اجنبي نهار يقضي بيناتنا ربي العقد والزواج وكذا لكم ذلك. المشكلات اللي راهي تصرى الان هذا هو السبب نتاعها. اجنبي خطبها لا سوري يقول لك خطيبتي ومن بعد خطيبتي غادي نفتح عليها ومن بعد نفتح عليها ومن بعد راهي عند باباها تاكل وتشرب وتلبس وراهي عند باباها. اسمعي وين رحتي؟ اي مشيت تلعب روحك. ركبت مع باباها ويماها ورايحه في السياره مع باباها ويماها. واش دخلك انت وين رحت؟ الى عينك هاني نثبت لك مليح الكلام، الى عينك انت صح راجل وتسال عليها وين راحت تجيبها لدارك. وفي دار كيما ما تلقاهاش ثم الناس كل يعطيوك الحق يقولوا عنده الحق صح في دار. والزواج الان الاباء والامهات عندهم منصب كبير يحبوا يتبعوا الناس ويقولوا في كلام الجزائريين واش يقولوا علينا الناس. واللي يقدر يرفد 10 كيلو ما يتلحش بال 50 كيلو واللي يقدر يرفد 50 كيلو ما يتلحش بال 100 كيلو. كل واحد فينا هنا ربي واش دار له. كاين واحد بخير عليه يسلك 15 مليون للشهر وكاين واحد ربي يزيده بخير عليه يخلص 20 مليون للشهر وكاين واحد حاله تعبان يدي 3 ملايين. ثلاثة ماشي كيما 15 وما تفكرش باش تدير واش دار مول 15 لأن راه بعيد عليك بزاف. ثلاثة ستة تسعة 12 15 وكل واحد وحاله وكل واحد والمرتبة تاعو. وهذا قدر يشري العروسة هذه شي زوج خواتم ودار لها المنادش ودار لها النسايس ودار لها سلسلة بصح ربي عطاها وموليه بخير عليهم. انت ما عندكش ما تحبش تفرفر وتحب تجنح ومن بعد تطيح ونحصلوا فيك تطيح. خلاص شري خاتم انت تقدر على خاتم دير خاتم. وهو عنده ثلاثة انت ما عندكش. والقرآن القرآن يرشدك ديما الحاجة المثلى الحسنة. قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهو ربي عطاه دار وليمة كبيرة لأن ربي عطاه عنده المال. هذا الكلام لازم تهضموه. ربي عطاه دار وليمة كبيرة عنده المال باش يدير. يروح للطباخ ويتفاهم معاه ويجيب له اللحم ويجيب له كذا ويجيب له الأغراض ويجيب له المواد. عنده المال ويقدر يدير ويقدر يوكل حتى 600 واحد